اختي حسيتي اللي لمستك صح؟ بس لو تقولي لي على كم مره تقريبا كان اللمس؟ على كم مره حسيتي اللمس؟ ثلاثة صح؟ بس لو تقولي لي وين اللمس؟ وين المكان تقريبا وين كان؟ وين حسيتي؟ العظمه ورا صح؟ انت حسيتي باللمس؟ كم مره؟ كم مره قلتي؟ ثلاثة. بس حطي صباحك على المكان اللي حاسه اللمس. من فوق كمان يصير. لا من هنا صح؟ تقريبا من هناك صح؟ اوكي تفتح عينك وروح على كم مره؟ شوف الفيديو. قول حق الكاميرا شو شو. خليها هي تشوف الفيديو. هسه تقول لك حق الكاميرا شو شو توك. خليها هي تشوف الفيديو. هو إلى حسن خبر والله ما أعرف شو أسميه الحين. هذه كيف خفة؟ سبح ماي زمزم اليوم رأي لي المعودات إلى حسن. شوف الفيديو. جزاك الله خير. أزيل I wanted to choose another. أنا من واحدة تسعة اختاري أختي. اسمك هميس. هميس beautiful name. هميس تعالي لو نحط التلفون. هذا تلفون صح؟ هذا تلفون وكان لو عندك لمسة سحرية you can do something like this. You can take one number and you can throw it in the air. It's actually going to land on my Hamis. That's my عملت تعالي من نيزة. Always get hit. One more. لو ضربت الرقم في الار and it will it's your phone صح it will go to my phone. That means if you do this if I take this line one more give me your finger okay so the رقم على صباعك صح. That means لمسي تليفوني اي مكان. لا بس لا ايوه لا بس لمست المكان الغلط لازم كانوا انفخ صبط. Let me just go all the way down. Hey, hold on. If I take this phone and if I kind of hit, it's gonna go all down. نفخة ثانية. نفخة من صوتك. It's gonna go all down. Are you a Ronaldo or Messi fan? Cano. Messi or Ronaldo? Messi. Okay. شوف. Messi, if he shot the ball, actually the 7 is gonna go all the way. It's gonna go to my مرحبا الساع وياكم اخوكم كانو الكندي ستاند اب كوميدي اماراتي. اليوم تشرفنا انا واخوي بستكي ان نكون ضيوف على جهاز الرقابه الماليه وابدع اليوم وامتعنا بالعرض وبصراحه يعني على قولة الفرنجه يبلو اور مايند. العاب خفه جديده في اشياء شفناها وفي اشياء ما شفناها جديده وفي اشياء انا شاك ان لا انا كنت اقرا آية الكرسي بصراحه بس كان يكمل واعرف كيف. سلام تشرفنا اليوم والله اليوم وانا في جوك اللي قلته قلت انا اتمنى اتعلم اسوي شيء والعب خفه طبعا اتمنى اسوي شيء اي نعم العب خفه اقول على الاقل يسموني الخاله اللي يسوي شيء لاني انا مره لقيت يا واحد ما شفته من زمان قال لي سوي لي بسكويت بشوف عندي رقم وسويت له مكتوب خالي ضحك خالي يسوي سحر احسن الامور مو طيبه اقول عندك الفيديو الجاي ما تسوي لي قول وبعد مدرسة البستكي قديمة ما قصر سووا له فولو يستاهل من المواهب الإماراتية الشابة اللي احنا نفتخر فيها العرب خفة ووفى زكرا.